مشاهدي قناة المغربية، أهلا بكم معنا في هذه القراءة لأهم العناوين الصادرة هذا الصباح في الصحافة المغربية، ونستهلها بالصحافة الجزائرية ومع جريدة البلاد. الأفلان يتبرأ من بوحجة بعد رفع الغطاء السياسي عنه ونحو إحالة رئيس البرلمان على لجنة الانضباط. تقرير أسود حول الخدمات الجامعية وتنظيمات طلابية تطالب بتدخل الوزير لإنقاذ الوضع. الطيب لوح يتحاشى الحديث مباشرة عن أزمة البرلمان ويؤكد لن يتم تأجيل الانتخابات الرئاسية. ملف الأقدام السوداء والحركة خط أحمر، وزير المجاهدين يجدد الرفض المطلق لعودتهم. جريدة الرائد، على اعتباره آلية للحد من الجريمة والإرهاب والتطرف، نوردين بدوي يقول الأفريبول مدعو لوضع تصور للتعاطي مع المشاكل الأمنية بالقارة السمراء. المكتب السياسي للحزب العتيد رفع الغطاء السياسي عن بوحجة، ولد عباس يحيل بوحجة على لجنة الانضباط ويضعه في خانة المتمردين على الدولة. المشوار السياسي، جيش التحرير سيبقى قدوتنا الأولى ومثالنا الأعلى. القايد صالح يؤكد هذا خلال زيارته للناحية الخامسة. وبوحجة يحال على لجنة الانضباط خلال اجتماع المكتب السياسي للأفلان. والطيب لوح شدد على ضرورة التحرك في حال المساس بشرف المواطنين، وقال أن قانون محاربة الجريمة الإلكترونية جاهز. الخبر، تحريات للنيابة في الحسابات المالية للنواحي العسكرية وترقب الاستعانة بشهود مدنيين في قضية الجنرالات المحبوسين. الأفلان يرفع الغطاء السياسي عن بوحجة ويحيله على لجنة الانضباط. خريف الغضب في الجامعة، تذمر طلابي في الولايات لأسباب بيداغوجية واجتماعية. جريدة الاتحاد تصرح عن طيب لوح قائلا أن الاستحقاقات الانتخابية ستجرى في مواعيدها الدستورية، وأعلن عن إعداد مشروع قانون يتعلق بمحاربة الجريمة الإلكترونية والتصدي لها. بدوي يرافع لتقوية الأفريبول لمحاربة الإرهاب والمخدرات، ودعا لانتهاج الحوار والوسطية في بؤر الصراعات. جريدة الجزائر، الأسعار ستلتهب الشهر المقبل، وتوازيا مع تطبيق رسوم تتراوح بين 30 و 200%، تعنون الجريدة. ولوح يقول سيحاكم كل من يمس أعراض الناس في مواقع التواصل الاجتماعي خلال إشرافه على تدشين محكمة جديدة ببومرداس. الأرسيدي يدعو إلى لجنة تحقيق برلمانية في قضية بوحجة، والجزائر تحتل المرتبة 39 في مؤشر الجوع العالمية. وغيطوني يشدد على مراجعة قانون المحروقات. الأرندي يغتنم أزمة البرلمان لدعم العهدة الخامسة. أما جريدة الإكسبريسيون الناطقة بالفرنسية تعنون لو بوان دو نو روتور، لا بي ان توجور بلوكي، بوحجة دوفون لا كوميسيون دو ديسيبلين دو اف ال ان. جمال ولد عباس ا ديسيدي هيير دو جوي سا ديرنيير كارت ان روتيرون لا كوفرتور بوليتيك او بريزيدون دو لا بي ان. ولمناقشة أبرز هذه العناوين مشاهدينا معنا من الجزائر البرلمانية سامية خمري برلمانية عن النهضة. مرحبا بك أستاذة سامية. ما وصل إليه البرلمان من أزمة وما وصل إليه من أوضاع وتطورات، وصل الحد إلى إقدام نواب 5 كتل نيابية تمثل الأغلبية الغالبة في البرلمان من غلق مكتب رئيس البرلمان هذا الصباح. ماذا يحدث في البرلمان أستاذة سامية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. السلام عليكم جميعا ورحمة الله، مرحبا بكم.
في هذا المنبر، وأقول هنا من الجزائر من مبنى البرلمان، أقول نحن نعيش وضع غير متجانس تماما كمؤسسة تشريعية. الأصل فيها أنها حامية التشريع والقوانين، كيف يعقل بسبب تسريح موظف إدارة يصعد الوضع إلى هذا الحد، ويصعد الوضع إلى حد غلق باب مبنى البرلمان. نحن من موقع المعارضة الاتحادي للنهضة والعدالة والبناء حاولنا طيلة هذه المدة التدخل لحلحلة الإشكال من الطرفين، لكن ظاهر الشيء ليس كباطنه، فلم نجد خلافات سياسية أو قانونية أو حتى موضوعية، بقدر ما وجدنا تعد صارخ على الدستور والنظام الداخلي الذي صادق عليه الأغلبية. فمن المؤسف، من المؤسف جدا أن نجد الذين صادقوا على القوانين هم من يتجاوزونها ويمكنون لمنطق القوة حتى ولو كان مخالفا للقانون والدستور. اختصامية هذه سابقة خطيرة وسلبية لم تحدث أبدا في تاريخ العمل النيابي الجزائري. سابقة مكنت لقوة الأغلبية بمنطق الدوس على القوانين التي صادقت عليها هذه الأغلبية. فمنظر اليوم، منظر اليوم، منظر مبنى قبة البرلمان من الخارج ومن الداخل مؤسف ومشوه للعمل النيابي أكثر ما هو مشوه لدى العامة والخاصة. فالشعب ينتظر منا بداية هذه السنة، ينتظر منا تمرير القوانين التي تخدم مصالحه ويرفع ورفع انشغالاته التي هي في درج المكتب، مكتب المجلس، ولم ترقى إلى أن تصل الجهات المخولة حتى تحل هذه المشاكل. من بينها أسئلة شفوية لحد الآن 6 أشهر و7 أشهر التي والأصل أنها في شهر توجه هذه الأسئلة الشفوية للوزراء المعنيين، لكن نحن لدينا، أنا شخصيا لدي أسئلة شفوية عندها 6 أشهر لحد الآن، المكتب، مكتب المجلس مبلوطيها لحد الآن وليست هناك إجابة. رفع انشغالات المواطن هي مهامنا وليس باب، وليس غلق باب هذا المبنى. كيف يصل، كيف أستاذة سامية إذا سمحت معذرة على المقاطعة، كيف يصل الحد بالنواب إلى غلق الباب؟ التصرف هذا أولا غلق الباب، وثانيا بسلسلة حديدية يعني مقفلة، كيف يصل بهم الأمر إلى هذا التصرف؟ يعني قد يراه البعض مهزلة في تاريخ الجزائر. نعم، نحن قلنا أنه اللجوء إلى مثل هذه الأساليب غير حضارية، غير سياسية، غير قانونية، فهي أساليب أنا ما نقدرش نوصفها أكثر منها دوس على الدستور وعلى القانون وعلى يعني رجل يحمل، ما زال يحمل الصفة الاعتبارية نتاعو اللي هو رئيس المؤسسة، والاعتداء عليه بهذه الطريقة يعتبر تعدي على السيادة الوطنية إذا صح التعبير. فهذا الرئيس الذي هو عضو في حزب الأغلبية، في حزب الأتلان، وهم من وضعوه وهم من انتخبوه، فكان الأقدر بهم أن يحلوا هذه المشاكل داخليا ولا يشرك المواطن البسيط في هذه الخلافات البعيدة كل البعد عن اهتماماته. المواطن الآن ما هوش ينتظر فينا وش نديره في داخل من إشكالات، الأصل هذه الإشكالات الموجودة داخل المبنى توجه من خارج المبنى، توجه من رؤساء ومن أمناء الأحزاب، أحزاب الأغلبية. فبالأمس ترفع الصفة، ترفع الصفة السياسية عن الرجل، عن رئيس المجلس من أثنان، واليوم تغلق الأبواب بالسلاسل. هل هذا معقول؟ هل هذه الإشكالات هي عبارة عن خلاف بين النواب وبين رئيس المجلس؟ لو كانت هذه حقيقة لجلسنا نحن النواب الأغلبية ونواب المعارضة ورئيس المجلس وحلحلنا هذه الإشكالات ووجدنا لها حلولا، لكن الإشكال موجود الإشكال موجود والحلول تأتي من خارج وتنفذ داخل المبنى. لذلك نجد أن هذه التصرفات كلها لا مبرر لها، لا مبرر لها. فالأصل أنه هذا الرئيس فهو بموجب الدستور وبموجب النظام الداخلي فهو رئيس هذه المؤسسة، ما لم يثبت العكس بالشيء الذي ينفي وجوده بوفاة أو باستقالته أو بما ينافي وجوده كرئيس. لحد الآن هو كم من مرة تحدثنا معه
فنفى التهم الموجهه اليه وقال ان لن اقدم استقالتي بهذه نعم بهذا الشكل، وطلب انه يتدخل الرئيس على ان يقدم استقالته. نعم، هو لم يقل بهذا الاسلوب، لكن قال انه انا من حقي الاستقاله، هو من حقه، لكن لا تفرض عليه ولا يفرض عليه احد ان ينسحب او تكون هناك استقاله بالغصب او يفرضون عليه شيء من هذا القبيل. نعم. نحن لا نناقش الموضوع من هذه الزاويه ولا نناصر الرجل كرجل، لانه احنا في الاتحاد من اجل النهضه والعداله والبناء لم ننتخب عليه لما رشحوه، وكان لدينا مرشح الاتحاد وصادقنا وانتخبنا على مرشحنا. نعم. لكن لما وجدنا هناك تعدي على الدستور وتعدي على النظام الداخلي للمؤسسة، فنحن لا نعارض لأجل المعارضة، وإنما لما نجد أشياء يعني أمور واقعية تحتاج أننا نعارضها فنعارضها، ولا نرضى بالظلم ولا واضح. نرضى بالتهم. أستاذة سامية إذا سمحتي، كيف يصل الوضع بولد عباس الذي أحال بوحجة إلى لجنة الانضباط ويضعه في خانة المتمردين على الدولة؟ هل له الحق في ذلك؟ يعني المواطن البسيط قد يتساءل. فهل يعقل أنه مجرد تسريح موظف إداري في مبنى برلمان من طرف رئيس له كل الصلاحيات في تسريح حتى مجموع الموظفين الذين لديه، يعني يتصاعد الامر لهذه الدرجه ويصبح التهمه من الدرجه الرابعه ويحول الى لجنه الانضباط؟ هذه امور داخليه نتاعهم نتاع الاتلان لا نتدخل فيها، لكن الظاهر يقول ان هذا الحزب العتيد يرفع بالامس الغطاء السياسي على الرجل ويتهمه بتهم كبيره، لكن بالامس القريب كانوا يدعمونه. نعم. يقولون الأب المجاهد. واضح. أستاذة سامية إذا سمحتي، سؤال أخير في عجالة والوقت يضغط علينا، ما هي السيناريوهات المرتقبة أستاذة سامية في أزمة البرلمان؟ ما هي السيناريوهات المرتقبة؟ ماذا بعد هذه الممارسات التي شهدناها هذا الصباح؟ السيناريو الأول والذي لا نتمناه هو ان تمشي يعني تمضي الامور نحو الانسداد، معناها الرئيس يبقى يعني متمسك بعدم الاستقاله وتبقى الجهه الاخرى تصعد الموضوع، وهنا الانسداد واضح وين رايح يروح بحل تدخل الجهات الرسميه او تدخل رئيس الجمهوريه وتتحل البرلمان من وتعاد انتخابات تشريعيه جديده. نعم. او ممكن جدا تؤجل الانتخابات الرئاسيه. أما الحل الذي نرغب فيه وندعو الجميع إلى التعقل وإلى الرجوع إلى صوت الحكمة، واضح، وأنهم يجلسوا مع بعض ويلقوا حل. نعم. على الأقل لأجل هذا المواطن الذي ينتظر من هذا المبنى إيصال انشغالاته واهتماماته ورفع جزيل الشكر والهموم الذي يعاني منها. نعم. المواطن لسنا في حاجة إلى فوضى، البلاد تاعنا الجزائر ما تستحقش منا أننا ندخل بها إلى فوضى أو إلى فتن لا تحمد، هذه الفوضى ممكن لا تحمد عقباها. أشكرك جزيل الشكر أستاذة سامية خمري البرلمانية عن النهضة، شكرا جزيلا لك على مرافقتي في قراءة أبرز عنوان في هذه الصحافة الجزائرية. الآن مشاهدينا أنقلكم إلى تونس وقراءة في أهم العناوين الصادرة هذا الصباح في الصحافة التونسية مع الزميل غفران الحسيني. مرحبا غفران. مرحبا زميلتي، تحية إليك وإلى كافة السادة المشاهدين. نسال جولتنا في الصحافة التونسية صدر اليوم بتحليل المشهد السياسي في تونس من صحيفة المغرب تحت عنوان بعد اندماج حزب سليم الرياحي في النداء حروب الاستقطاب الثنائي في الوسط، حيث اعتبرت الصحيفة أن المرحلة الحالية التي تعيشها تونس بدأ فيها واضحا وجليا صراع غريب بين رأسي السلطة التنفيذية رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية من داخل الحزب نفسه، وهو صراع يذهب تدريجيا إلى الصراع الأقوى في الساحة السياسية، وهو بصدد التحول إلى معركة وجود كما صار في التاريخ الفلسطيني الحديث. تابعت صحيفة المغرب في تحليلها أن هناك مشروعا للصراع في تونس بين رأسي السلطة التنفيذية، والراجح أنه لن ينتهي إلا بسحق أحد الطرفين للآخر على حد التعبير
الصحيفة. فالسنة السياسية ساخنة في تونس، وما كان محظورا منها أخلاقيا وسياسيا قد لا يكون محظورا. قضية التوريث الديمقراطية التي قد أججت هذه الحرب وأقحمت فيها رئاسة الجمهورية، لذلك أيضا لوبيات تتعرض مصالحها بصفة كلية إلى صراع ومعارك لا تنتهي. تابعت المغرب في تحليلها أن هناك في تونس كل الوسائل ستكون مباحة، إذ الغاية بسيكولوجية بالأساس معركة بين أطراف حزب واحد، ومسألة وحيدة على حسب الصحيفة قد تغيب على الطرفين معا، وهي أن الحرب المفتوحة بين الجانبين قد تنتهي بخسارتهما الاثنين، وذلك بضعفهما وتفاقم النفور بينهما ومنهما، مما يستفيد منه خصوم الطرفين معا. فمعارك الوسط بين رأسي السلطة التنفيذية، علاوة على أنها تعرض مصالح البلاد لحسابات سلطوية وانتخابوية، فهي قد تعمق نزعة البعد عن السياسة والسياسيين. والخطر كل الخطر حسب المغرب انهماك هذين الطرفين في تحطيم بعضهما البعض، دون الانتباه إلى أن هذا التحطيم سيؤدي حتما إلى أضرار فادحة في البلاد. نتحول إلى صحيفة الشروق الآن، وغير بعيدا عن ذات الموضوع. أنقذ حافظ وأحافظ وأضعف الشاهد، لماذا غير الرياح تحالفاته؟ كتبت الصحيفة أنهما إن توصلت الحكومة إلى تحصيل أغلبية برلمانية تجمع كتلتي النداء أو كتلتي النهضة والائتلاف الوطني في دعم استقرار الحكومة، حتى أعاد سليم الرياح خلط الأوراق بإعلان دمج حزبه في نداء تونس. تساءلت الشروق عن الخلفية التي غيرت موقع الرياحية، فالذي حصل خلال الأيام الأخيرة من استقالة عناصر أو أعضاء الاتحاد الوطني الحر في البرلمان من كتلة الائتلاف الوطني، ثم الإعلان بعد ذلك عن الاندماج في حركة نداء تونس تبعا لقرار المجلس الوطني الاستثنائي لحزب الاتحاد الوطني الحر. اعتبرت الصحيفة أنه حسابيا قرار تموقع حزب سليم الرياحي في نداء تونس يوقف مسلسل انهيار النداء، وينقذ أساسا المدير التنفيذي للنداء حافظ قائد السبسي بعد موجة الاتهامات. اعتبرت الصحيفة أن هناك بصمة لرئيس الجمهورية في التغيرات السياسية الأخيرة، فسليم الرياحي يبدو أنه يلعب دورا ترتيبيا في لقاء بين الشيخين في باريس سنة 13 و2000، واختار في الفترة الأخيرة التحرك تحت مظلة الباجي قائد السبسي ورشد غنوشي، حيث ذكرت مصادر مقربة من الوطنية الحرة أن الرياحي له خطوط مفتوحة مع الرجلين على مدار اليوم، وهو ما يرشح أن تكون خطواته الأخيرة المتسارعة بعد حصوله على الضوء الأخضر ورقة الشيخين المخيفة أو المخفية، في سياق بدء تنفيذ تفاهمات جديدة على أعلى مستوى بين رئيس الجمهورية ورئيس حركة النهضة. نختم جولتنا في الصحافة التونسية بصحيفة الصحافة اليوم، وموضوع آخر غير بعيد عن الأزمة السياسية التي تلقي بضوئها وظلالها على الأزمة الاجتماعية. الاتحاد يعلن النفير العام. كتبت الصحيفة أن اليوم الثلاثاء تنطلق الاجتماعات العامة العمالية في المؤسسات العمومية في إطار عملية حشد غير مسبوقة، لجهة أنها تتم كلها تحت إشراف المباشر الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي، وتشمل الرزنام الأولية مؤسسات وشركات نقل تونس التونسية للكهرباء والغاز والخطوط التونسية وجمرك الدخان بالقيروان ووكالات التبغ وعدد من المؤسسات الحساسة، وهو ما يعتبر في هذا التوجه الذي صار فيه الاتحاد وأقرته المركزية النقابية توجها جديدا، يعلن خلالها الاتحاد العام التونسي للشغل النفير العام لمواجهة اجتماعية ستنطلق 24 من أكتوبر بإعلان الإضراب العام. هذا تقريبا أبرز ما تناولته الصحافة التونسية التي صدرت هذا اليوم. إليك زميلتي. أشكرك جزيل الشكر زميلي غفران الحسيني على هذه القراءة في أهم العناوين التونسية. والآن مشاهدينا إلى المغرب وقراءة في أهم ما جاء من عناوين مع زميل نبيل عبداللاوي. إليك الخط نبيل.
مرحبا بك زميلتي بسمة وبجميع السادة المشاهدين. استعرضنا لأبرز عناوين صحف المغرب لهذا اليوم، والبداية أيضا بعنوان صحفي من الأحداث المغربية: هل تريد الحكومة قتل الصحافة المغربية؟ هل تريد الحكومة قتل الصحافة المغربية؟ السؤال تطرحه كل مكونات الصحافة المغربية، وهي ترى الصعوبات التي ما تتأت تواجه هذه المهنة، لكان هناك رغبة في التخلص من هذه المهنة والانتهاء منها في القريب العاجل، وذلك باعتماد تقنية الموت البطيء تقول الأحداث. آخر الضربات القاتلة التي تلقتها الصحافة المغربية هي ضربة الزيادة في ثمن الورق، التي تعني الزيادة في ثمن طبع كل اليوميات والأسبوعيات والدوريات الشهرية التي تصدر في المغرب، وهو أمر ليس في استطاعة المؤسسات الصحفية المغربية الموجودة في أرض الوطن من أقصاها إلى أقصاها أن تتحمله. في ذات اليومية دائما في الشأن الاجتماعي الزيادة في الأجور، الحكومة تقترح 400 درهم، حيث قدم سعد الدين العثماني رئيس الحكومة أول أمس الأحد على مسؤول المركزيات النقابية عرضا جديدا فيما يتعلق بزيادة في الأجور. العرض الجديد الذي جاء به العثماني إلى اللقاء الذي جمعه بالمركزيات النقابية يتضمن زيادة 400 درهم في الأجور بالنسبة للعاملين في القطاع العام في مرحلة أولى، ثم الخاص فيما بعد. نتحول إلى يومية الأخبار التي اهتمت بتصريحات بنك إيران مثلها مثل باقي الصحف المغربية، وتعنون بالبنط العريض: بنك إيران يقصف إخوانه بنيران صديقة. وصف قياديين في الحزب بالبلطجة، وتأسف على عدم الرد بقوة على الأحرار حتى ولو تطلب ذلك إسقاط الحكومة. عفوا، حيث أن ابن كيران يذكي فتنة الأغلبية تكتب الأخبار، حيث دعا عبد الإله بن كيران في لقاء مع أعضاء اللجنة الوطنية لشبكة العدل والتنمية لمضاعفة الرد على تصريحات الوزير والقيادي الطربي العالمي التي هاجمت في وقت سابق حزب العدالة والتنمية. نتحول إلى يومية المساء التي هي أيضا بدورها خصصت موضوعا لخرجة بن كيران. بن كيران يقول: الطالبي قليل اللحية وابن شماس ما كيحشمش وعيوش متخلف. نختتم هذه الجولة الصحفية السريعة بصحف المغرب بيومية رسالة الأمة: جوجل المغرب لم يقدم أي طلب للحصول على بيانات المستخدمين للإنترنت. أما يتيم فالحكومة جادة في إنجاح الحوار الاجتماعي، وحان الوقت لتعديل مدونة الشغل. كان هذا إجمالا زميلتي بسمة بعض العناوين البارزة التي ميزت صحف المغرب لهذا اليوم، مع اعتذار لهذا الصوت الزكري. أشكرك جزيل الشكر للزميل نبيل عبد اللاوي على هذه القراءة في أهم العناوين المغربية. والآن مشاهدينا إلى أهم ما اخترناه لكم من رسوم الكاريكاتير. كانت هذه مشاهدينا آخر محطة في جولتنا الصحفية. أشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.